هذا أبوي في المزرعة. أبوي كان خير مثال للتواضع والطيبة والكرم، تعلمت منه الكثير. شو تشوف محمد؟ أبو خالد الله يحفظه. هذا أبونا المغفور له الشيخ زايد، القلب الكبير اللي ضم الجميع بمحبة وود، وروح متواضعة تجاوزت الحدود وتعلمنا منه. واليوم شيوخنا بتواضعهم مثلين نموذج يحتذى به في القيادة الحكيمة والإنسانية، يرسمون بصورة واضحة معنى الأخلاق النبيلة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.